السلام عليكم. شوبير دي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نتكلموا على ردوا على الناس اللي هم يتهموا في ناس بالاتهام خطير، اللي غادي يروحوا ان شاء الله بربي نشوفوهم في المحاكم يتجرجروا ان شاء الله بربي بالاتهامات الخطيرة والمعلومات الكاذبة، تسريب معلومات كاذبة ويهضروا بالفساد ويهضروا. حنا اليوم حسب التصريحات حسب المعلومات اللي عندنا ومعلومات مؤكدة الحمد لله يا ربي، جينا نردوا على هاد الناس اتهامات اللي يتهموا فيها السيد الحاج قرباج، اللي راه يقولوا بلي هذه مليار وهذه منا وهذه منا. الانسان هذا انسان صالح وابن الجزائر، حنا جينا نردوا على هذ الناس. هذه موبيليز، هذه مليار تاع موبيليز، وسي الحاج شناه كيفاش، سي الحاج قرباش شناه كيفاش، واجه كاع رؤساء الانديه في لاسومبلي اللي داروها تاع النهار اللي داروها، بغى يحط الاستقاله تاعو، واجه كاع رؤساء الانديه قال لهم اللي خلصت اللي خلص عليا قهوه ينظر ويقول لي انا شربت معك قهوه، ولحد الان مازال يتكلم بها. درها في ليشان، درها في ليشان شناهم كيفاش. حنا رانا نتكلموا ونقولوا باللي هاد الناس لما يقول لك مليار مليار مليار، هذه الا دعايات مسلسل من المسلسلات باش ينسوا الكوارث تاعهم، ينسوا اللي قال بلي غادي نديروا طعن. حتى هذا الانسان اللي يهدر ويقول له اكشف اكشف من تحت، يدير طعن، يهدر على الطعن تاع اللي قال لك ندير على ود زميلي ساوها. ينسوا في ناس يهدروا مليار وينسوا في الناس على اكراس تاع 120 مليار، ينسوا في الناس على لافوكا اللي داره في مارسي والمعلومه مؤكده ورسميه اللي داره ب 15000 اورو. ونزيد نكشف واحد الصحافي راه يدور معاهم هكذاك اللي يدير نواظر، حنا ما نجبدوش والناس تعرفه، واحد القط هذاك اللي كيما يقول لك رئيس سنديكا تاع السكك الحديديه في الجي، اللي راه هارب من العامل تاعو قاعد يتبع في الصحافه، يحوس على كاش معارف على الثغرات اللي راه دايرهم في السنديكا، وراه جاي نهارك انت باغي تتحاسب، خاطر انا غادي نتبع فيكم واحد واحد، غادي نتبع فيكم واحد واحد، خاطر الكاميو تاع الزبل غادي نبدا نطلع فيكم بالواحد، نديوكم في الكاميو تاع الزبل. كاش هذا تاع منا ولا ملهيه، خلوا الا النظيف، وانتوما ما كاش واحد فيكم نظيف، النظيف راه جابد روحه راه يتفرج فيكم. نظفاء ربي بغاهم ووخرهم في هذه المرحله، ربي بغاهم ووخرهم في هذه المرحله، خاطش مي كان سيد قرباج ما نهضروش على الحاجه، الحاج ما نهضروش عليه، سي الحاج محمد روروه ما نتكلموش عليه، كي نتكلموا احنا ما الحاج ما نتكلموش عليه، الحاج الانجازات راهو باسمه، انجازات تاع الرياضه الجزائريه راهي باسمه مكتوبه، من بغينا نهضروا الرياضه كملها بسي الحاج محمد راوراوا، ما نتكلموش عليه، حنا نتكلموا عن الناس اللي خدمت معاه، ناس مخلصين، منهم هذا السيد قرباج، منهم وليد صادي اللي كان يزيد الدراهم من جيبه، هذه اللي غادي نقولها لكم تاع كان يزيد الدراهم من جيبه، مشي انا نهضر بها وربي يشاهد عليه. كان يزيد الدراهم من جيبه، دي ديبلاسمون من يروح لافريكا يروح كان يزيد الدراهم من جيبه، ما يقراش الاتحاديه تعطيه يا بهلول، ما يقراش يدي الليبي باسم الاتحاديه، ما يقراش زاتشي تدي معاك الصحافه يديروا لك مسلسلات في مروك، ما يقراش. وانا نعطيها لكم سيد قرباج راه يتحدى فيكم وقال لكم اتوني بالبرهان ان كنتم صادقين، هذا انسان يتحدى فيكم، هذا الرجل الجزائري راه يتحدى فيكم، قال لكم جيبوا لي الى هنا
اديت هذه مليار انا نخلصها قال لكم من جيبي، قال لكم انا نخلصها من جيبي، جيبوا لي حسب التصريحات. انا انسان هذا نحضروا عليه بالانجازات تاعو، نحضروا عليه بالانجازات تاعو، انا ماشي هو يقول لي ولا انا قلت له ولا لا، انا يراني انا نتبع التصريحات تاعو اللي دارهم. وحنا هذا الوقت اللي انا نهضروا باغي نردوا ولاد الجزائر اللي يخدموا الجزائر باخلاص، هذا هو كما يقول لك الشارع، باغي نوصلوا، باغي نوصلوا حنا كشعب بسطاء باغيين هذا الرجال يولوا يخدموا الجزائر مالغري كبار، بصح نستغلوا الخبره تاعهم، خاطش عليه هما كبار غادي يطلعوا ناس في المستوى تاعهم، راهم يخدموا في ناس يطلعوا في المستوى تاعهم، خاطش قال لكم جيبوا لي نتحداكم، راه يتحدى فيكم ذا الانسان، يا ولد ام كلثوم يا اللي راك قاعد في القناه تاع صرف المياه، قال لك مين راك تهدر، قال لك روحوا ديروا لونكات، قال لك موبيليس شركه جزائريه سهله، يروح زاتشي الو وي سي بون ساعه ديريكتور طاف، ارسل لي تشوف الفاتورات كاع تاع هذه الشريحه هذه تاع الهاتف هذه، انا شوف سبحان الله انتم ماكم دايرين هذا السيليما راكم دايرينها، علاه نقول لكم علاه بيدسوا على الخيانه تاعكم، نقول لكم علاه بيدسوا على الرشوه تاعكم، نقول لكم علاه بيدسوا راهي هربت لكم. اجتياح الانصار في الملاعب، الحكام لي بريزيدو راهي كيما شوف الحمد يا ودي، كنا حنا كيما يقول لك هدرناها ونعاودوها لكم، هدرناها ونعاودوها لكم، لو 20 مارس نعقل عليها 2017 من النهار وريت شكون اللي ربح، قلت لكم الجزائر تفناها اليوم، الرياضه تفناها لو 20 مارس 2017 نعقل مال عشيه قيس الزوج تاع عشيه، ميشت بلي هذا ربح، درت حصه تاعي قلت لكم الجزائر الفوتبال في الجزائر اليوم تفناه، صلينا عليه الجنازه كي ديكلاراو بهذا الانسان اللي ربح، هذا الشخص اللي ربح بلي اليوم اندفنت. هدروا على ذا خود مسؤول تاع كرة القدم اللي يخدم ماناجير، خو المسؤول تاع كرة القدم اللي يخدم ماناجير اللي جاب لعاب افريكا دمره، نقولها نورمال اللي يبغي وهذه حقيقة ولازم نكشفوها، جابه في فريق من الجهة الغربية، حطه في الجهة الغربية فريق افريكا، الدمعه ليكيب التقريب 4 مليار، هذا خو المسؤول تاع كرة القدم، وعندي بيانات نخليهم لكم في أروقة المحكمة باش نهدر معاكم، وانت اللي راك تقول له كشف كشف كشف، راك انت راك مكشوف تهدر بالكشفة، ومن الرجال كان اللي راه في مكة وكان اللي راه يتفرج عليكم ويضحك، وأنا المعلومات اللي عندي انتوما ما بيكمش السيد قرباش تقلعوه، لا بيكم الرابطة ولا بيكم أموال تاع الرابطة، بيكم باش تتحكموا في البطولة، شكون اللي تبيع لمن تبيع لمن منا لمن تمشي لمن تمشي، وبيكم حداد به المنصب تاع السيد قرباج، وحنا من هذا المنبر نقولها حنا كلنا قرباج، السيد قرباج حنا رانا نساندو في السيد قرباج، وباه ما تكر رانا مع السيد قرباج، ونكشفوكم الا الناس ما خدموش خدمتهم، حنا غادي ندخلوا ونكشفوكم على الحقيقه تاعكم، ونولي نهدر بالاسماوات واحد واحد وبالارقام، وشعال تدو دراهم وشعال
ونقول هذا لو نعاودها ماجر، انا اقول سبحان الله هذه حقيقه سبحان الله، ماجر ميكاني نيغوسي باش يجيبوه للفريق الوطني، 10 ايام هو ينيغوسي، 10 ايام هو ينيغوسي معاهم على الاموال، ينيغوسي معاهم شي ندير لا ما عنده حتى مشروع، هو ينيغوسي معاهم على الاموال 10 ايام. هما لا في ديك 10 ايام قال لهم خلصوني 10 ايام في اللي كنتي تنيغوسو معايا، واليوم نحلف والله العظيم لا خلصوه في 10 ايام اللي كان ينيغوسي معاهم. هذه هي نداء الوطن، هذا هو نداء الوطن اللي كذبوا علينا ويخرجوا. ها نداء الوطن قال لكم باللي اللاعب غير المحترفين، نداء الوطن قال لهم اللاعب غير المحترفين، كان داير حمله باللاعبه المحترفين. حنا الحمد لله كنا نقولوا، حنا كنا نقولوا باللي هذا الانسان راه غير داير حمله داير منا باللاعب المحلي، هذا ما كان، حنا على بالنا باللي نهار اللي كذب هو جاب كاع محترفين، ما كانش هو ضد هذا اللاعبه المحترفين اللي غادي يحطمهم بالعاني، غادي يجيب المحترفين ويحطمهم، على بالنا بلي كي غادي يحطمهم بطريقه غير مباشره، يحطمهم بطريقه غير مباشره. حنا هذا الانسان اللي يقول لك نداء الوطن ما عنده لا نداء الوطن لا والو، حب المال حبا جما، هذه هي، وتحيه للجزائر وربي يحفظكم، صحيتم.